انا مش فاهمه يعني ليه صممت تجيبينا في المكان ده. وانا عارفه انه غالي عليكي، مش كنت بتقابلي جوزي هنا؟ يا رينات ما خلاص بقى، مش بدانا مع بعض صفحه جديده انا وانتي؟ وحلفت لك وبحلف لك تاني، والله العظيم والله العظيم يوسف ده انتهى من حياتي، صفحه وقطعتها 100 حته ورميتها في 100,000 زباله. مش كل شويه تحسسيني بالذنب؟ حرام عليكي. احسسك بالذنب؟ انا مش جايباكي هنا عشان خاطر يوسف خالص يا هند. صباح الخير. صباح الخير يا حازم، الحمد لله على السلامه. انت برضه عملتي اللي في دماغك؟ استهدي بس بالله واقعدي. اقعدي اقعدي. انا مش فاهم حاجه، هو انت جاي غصب عنك ولا ايه؟ لا انا ما اعرفش اصلا ان انت جاي، ولو اعرف ما كنتش جيت. وانا لو اعرف اني جاي مغصوبه ما كنتش جيت. طب خلاص، ايه اللي جاب؟ اسمعوني انتوا الاثنين، انا جايباكوا انتوا الاثنين عشان كل واحد فيكم لازم يعرف غلطه، يعني واحاول اصلح ما بينكم. غلط ايه وتصلحي ايه؟ هو انت مش واخده بالك ان احنا اتطلقنا؟ اتطلقنا والموضوع ده بالنسبه لي انتهى خلاص. يعني انا اللي هموت وارجع لك؟ امال جيت ليه وقاعدين ليه اصلا هنا؟ كلامي اللي هيقعد. بصراحه يعني يا حازم انا جايباك هنا عشان حابه اوضح لك يعني انك كنت غلطان جدا في موضوع الشات. وان هند بتخونك وكده. واعتذرت لها وخلصنا، ابوس رجليها يعني؟ لا يا فندم ما تقولش كده، العفو تبوس رجلي مين؟ انا جايه بس اقول لك ان الشات ده حقيقي. ريناد ريناد اسكتي، الموضوع ده اتقفل خلاص، بتفتحي تاني ليه؟ فاكر الشات اللي كان ما بين الهانم وما بين جوزي؟ انت بتتكلمي في ايه؟ يوسف وراني الشات ده وكان من حد تاني خالص؟ لا خالص، هو اللي عامل الشات الفيك ده عشان يقنعك انه ملوش علاقه بالموضوع ويخلع منه. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان الهانم مراتك والبي جوزي كان بقالهم سنه بيتقابلوا في شقتك. امتى؟ في الوقت اللي انت بتبقى مسافر فيه او يا حرام بتبقى في الشغل. كفايه كفايه، حرام عليك، انت عايزه ايه تاني؟ انت تخلصي، حرمت عليكي عشتك يا زباله، هن عليكي ذمنا ايه انا والراجل الغلبان ده؟ ها؟ خد الشات اهو، اتفضل شوف الشات اللي ما بينها وما بين جوزي، اتفضل. تعالي هنا، رايحه فين؟ اقعدي. لا لا لا، بتخونيني. اشترك في باقات واتش الشهرية، بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.